مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. بولس الرسول، ده ايه البلد دي كلها اللي راحها بولس دي؟ دي رحلة بقى. انت عارفة بولس بيتكتب عنه رحلات بولس الرسول التبشيرية. كان يمشي من بلد لبلد يكلم الناس عن المسيح، من بلد لبلد لبلد لبلد. ما انا عمال اكتب اسماء بلد. النهاردة احكي لك على بلد اسم غريب جدا. قول اسمها ايه عشان اكتبه. البلد اسمها اريوس باغوس. اريوس ايه؟ باغوس. باغوس. بلد اسمها غريب قوي. احكي لي بقى. بس فالبلد دي ايه؟ راح بولس الرسول عشان ايه؟ يكلم الناس عن المسيح هناك. لقاها بلد وثنية. عارفة يعني ايه وثنية؟ يعني بيعبدوا اوثان. ايه؟ هي التماثيل. ايوه برافو عليكي. دول بقى كانوا اليونانيين مش الرومانيين. اليونانيين كان عندهم كتير تماثيل كده يعبدوا التمثال. يبقى ده ايه؟ يقول لك ايه؟ ده اله المرض. لما اكون عيان اروح الاله ده، انا عيان يشفيني، انا عيان يشفيني. ومن كتر ما يقول انا عيان ممكن يموت وابا شفاه خلاص. وده اله الجو. انا حران هويلي، انا حران هويلي، او انا عاوز مطر عشان الارض تتزرع، يقعد يروح للتمثال ده. ايه ده؟ كل تمثال حاجه. في تمثال لايه؟ للقمر، عشان القمر يطلع الشهر ده ويبقى القمر كبير مثلا. حاجات غريبه كده. كانوا مقتنعين ان كل تمثال من التماثيل دول اله. وبعدين بولس ايه؟ قاعد يصلي، يا رب من فضلك اديني فكر اعرف اكلم الناس اللي بيعبدوا التماثيل دي. فقعد يبص على تمثال الايه؟ الامراض، وتمثال الجو، وتمثال الجمال، وتمثال ايه ده؟ لقى تمثال مكتوب عليه اله مجهول. مجهول؟ مش عارف فين هم مين. فقعد يبص كده، ربنا اداله حته فكره جميله. راح لمهم قال لهم انتوا باين عليكم ناس كويسين جدا. وعارف حاجه حلوه كده، مبتدي مع حد اشجعه، مش اقول لك انت شكلك وحش، اقول لك شعرك جميل وضفرتك حلوه ولبسك جميل، بس عينيك مفعصه زي عارفه كده. بس في الاول اقول لك حاجه حلوه وبعد كده اقول لك حاجه وحشه. بس فهو راح ابتدى معاهم كده، قال لهم انتوا شكلكم ناس حلوين قوي وبتعبدوا الالهه بتاعتكم، انتوا كويسين. الناس فشخ بقى كده وانبسطوا نفسهم وبتاع. قال لهم بس انا لقيت في وسط التماثيل بتاعتكم تمثال مكتوب لاله مجهول. انتوا واضح ان في اله انتوا مش عارفينه. انتوا عارفين؟ انا بقى احكي لكم على الاله اللي انتوا مش عارفينه ده. غريب قوي. فهم استغربوا، قالوا بجد انت عارف الاله اللي احنا مش عارفينه ده مين؟ قال لهم انا عارفه. وابتدى يحكي لهم عن مين؟ عن الرب يسوع. ازاي الاله بقى ده مش زي الاله التماثيل دي؟ قال لهم التماثيل دي لو خبطتها على دماغها هتتكسر، بس الاله ده مش بيتكسر. التماثيل دي ممكن لو نزلت مطره الوان هتبوظ، بس التمثال ده، لانه ده مش تمثال بقى، الاله ده اله حقيقي. وابتدى يتكلموا على ربنا الاله الحقيقي، وكتير من الناس دي تابت ورجعت لربنا لانه كانوا محتاسين. هو كل ما احتاج حاجه اروح لاله؟ مفيش اله يبقى كل حاجات مع بعض. طب وفي ناس بقى عايشه في وسطنا بتعبد الهه مجهوله كده مش عارفه ده بتاع ايه؟ كتير. انت عارفه في ناس تعمل ايه؟ مثلا في ناس بص تلاقي تعمل ازاي؟ الشيشه، تقعد تشرب الشيشه يبقى صدره بيكح بيكح بيكح. انا اعرف واحد كان راجل كبير قوي في الشرطه، كان بالليل لو علبه السجاير خلصت منه يمشي في الشارع كده يقعد يدور على اي حد في الشارع مع سجاره عشان يشرب سجاره. ده عنده اله اسمه السجاره. والناس اللي تقعد بقى سهرانه وتبقى نعسانه وهتنام وعايزه تتفرج على ماتش الكوره مثلا ويعيطوا لما فريقهم يتغلب. زي الاستاذ دولا وريال مدريد، يقول لك ريال مدريد اتغلب. في حاجات في ناس كتير عندهم اله كده. يبقى اله ايه ده؟ اله بالسمه؟ في حاجه اسمها اله كوره ولا اله سيجاره ولا مش عارف ايه؟ لكن تلاقيه مش بيقدر، ما يقدرش يبطل السيجاره، او ما يقدرش يبطل الشيشه، او ما يقدرش يبطل الالعاب بتاعت اللي يقعد بيعمل كده الالعاب دي. تبقى الهه مجهوله. بالظبط كده، دي الهه مجهوله، وربنا مش عاوزنا نبقى عندنا الهه كده. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. Bye.
حوت 14.